إذا تطرقنا في الدرس السابق لكيفية التحكم بالوسوم، يطرح مشكل: عندي مجموعة من الوسوم مثلا A، ولكن أريد بعض الوسوم باللون الأزرق وبعض الوسوم باللون الأحمر. هنا الوسم A المستعمل هنا يصبح خطأ ولا يجب استعماله بهذه الطريقة، لهذا يبتكر ما يسمى بالكلاس والاي دي. كلاس واي دي، الكلاس والاي دي كأنها مجموعة من المعرفات التي تعوض اسماء الوسوم للحصول على شكل معين. نلاحظ بالتطبيق كما قلنا هذا الا دي، الان سوف اضع كلاس لكي اقول له بان هذا الا أريد أن يكون مثلا كلاس، سوف نسمي هذه الكلاس مثلا تيست بهذا الشكل. حينما نعود إلى ملف CSS نكتب تيست، ولكننا نضيف لها نقطة لأنها كلاس. جميع الكلاسات تضاف لها نقطة، دون أن أنسى أن أنبه إلى أن كلاس هي عبارة عن ميزة للوسوم. A div جميع الوسوم يمكنها أن تحمل class أو تحمل id، الذي سنتعرف عليه فيما بعد. إذا كما قلت سوف أضع class لكي أعرفها بأنها test، ثم أعود إلى هذه المنطقة أضع test color red. جميع الوسوم التي تحمل class test تأخذ اللون الأحمر. يمكنني أن أذهب إلى بي الذي وضعناه هنا، ثم أقول له خذ كلاس تيست أنت كذلك، فيأخذ اللون الأحمر. يمكنني أن أضع هذه جميع الوسوم. حينما أضع كلاس تيست كأنني أضع علامة بأن هذه تأخذ هذه القيمة الموجودة، جميع المعلمة بهذا الكلاس تأخذ هذه القيمة. يمكننا وضع الكلاس نفسها في مجموعة من الوسوم المختلفة، يمكننا أن أضعها هنا كذلك كلاس تيست، أصبح العنوان بالأحمر. إذا كل الوسوم التي تحمل نفس الكلاس تأخذ نفس الشكل. لدينا كذلك ما يسمى بالاي جي، وعوض أن نضع النقطة بالنسبة للاي دي نضع الشر أو لما يسمى دياز بهذا الشكل. الآن لدينا اي دي تيست ولدينا كلاس تيست، إذا هل سوف يتم تطبيق اللون على الاي دي تيست أو على الكلاس تيست أو على الاثنين معا؟ في الحقيقة حينما نتحدث عن اي دي تيست وعن كلاس تيست فإننا نتحدث عن شيئين مختلفين. علمنا هذه أنها ID test ولكن هذه class test، وهنا في الكود ليس لدينا أي شيء اسمه class test. إذا من سوف يأخذ القيمة فهو ال ID test فقط، class test لا. نعود لنجد أن ID قد أخذ القيمة والclass لم تأخذ القيمة، وحينما آتي إلى هذا المكان وأرجعها نقطة فإن هذه التست أصبحت class، وأصبحت التي تحمل كلاس تيست هي التي سوف تأخذ القيمة، والتي تحمل اي دي تيست لم تأخذ القيمة كما نرى. تنبيه: الفرق ما بين الاي دي والكلاس هو يعني نفس النتيجة، يعني من أجل تعليم أحد الوسوم لإعطائه ستايل معين، ولكن الفرق الأول هو أنني حينما أكتب كلاس أضع نقطة والاي دي أضع دياز أو نشر. والفرق الثاني هو أن الكلاس يمكن أن أستعمله عدة مرات، استعملته في هذا الوسم وهذا الوسم وهذا الوسم كذلك، أما الاي دي فيمكن استعماله مرة واحدة فقط في الصفحة. إذا هذا هو أهم فرق بين الاي دي والكلاس. في حقيقة الأمر الاي دي ليس له نفع كبير مقارنة بالكلاس في السي اس اس، ولكن حينما نتحدث عن الجافا سكريبت فإن الاي دي مهم جدا. أريد
الفرق ما بين الاي جي والكلاس هو انه الاي جي يمكن استعماله مره واحده فقط، والكلاس يمكن استعمالها عده مرات. ناتي الى صفحتنا السي اس اس، نكتب اسم الكلاس والاي جي. اذا كان كلاس يبتدئ بنقطه، اذا كان اي جي يبتدئ ب جيز النشر، ثم نضع الخصائص التي نريدها فتظهر للوسوم التي تحمل هذه العلامة اي جي او كلاس. نتمم في الدرس القادم ان شاء الله.